المشاهدون الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل كما جرت العادة بأبرز العناوين. وفد إريتريا عالي المستوى يزور مصر. لقاء لتقوية أنشطة جمعية المعلمين. ارتفاع المشاركة في التعليم في بدة. برنامج الغذاء العالمي يحذر من تفاقم الجوع في العالم. الناتو يتعهد بحماية السفن الأوكرانية في مضيق كيرتشا الروسي. وأسبيراس يصبح أول رئيس وزراء يوناني يزور مقدونيا الشمالية. السلام عليكم ورحمة الله. إلى حضراتكم هذا التصريح الصحفي. لا يخفى على أحد المؤامرات التي تحاك ضد إريتريا من الأراضي السودانية من قبل حكومة العدالة والتنمية التركية وتمويل وعمل قطري ورعاية سودانية. وبصفة خاصة ارتقت المؤامرات إلى أعلى مستوياتها العام الماضي لتعكير التطور الإيجابي الذي شهده القرن الإفريقي عامة والعلاقات الإريترية الإثيوبية على وجه الخصوص. لقد فتحت الحكومة التركية بداية هذا العام مكتب في تركيا تحت غطاء رابطة علماء إريتريا برئاسة المنظمة التي تدعى الحركة الإسلامية الإريترية. وقد أصيب الجميع بالتعجب من الهتافات الهستيرية ضد إريتريا وإثيوبيا في اللقاء الذي أقيم في الأسابيع القليلة الماضية باسم الحركة في الخرطوم، وهو ما يدعو للقول عجبا لهذا السعي الخسيس. وزارة الإعلام أسمرة، 3 إبريل 2019. التقى الوفد الإريتري عالي المستوى المكون من وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح ومستشار الرئيس السيد مالك إبراهيم اليوم 3 إبريل بالقاهرة وزير الخارجية المصرية السيد سامح شكري. وبحث اللقاء التعاون الثنائي وقضايا تدفق النيل والقرن الإفريقي وحوض البحر الأحمر ذات الاهتمام المشترك. وأشاد اللقاء بالتطورات الإيجابية في المنطقة عامة والسلام بين إريتريا وإثيوبيا على وجه الخصوص، واتفقا على تعزيز التعاون والتنسيق في القضايا الإقليمية. دعا الاجتماع الذي عقد في مدينة بارنتو لتعزيز دور المعلمين ومدراء المدارس لتقوية أنشطة جمعية المعلمين في إقليم الجاش بركة. وقدم في الاجتماع الذي حضره ممثله الجمعية تقريرا حول أنشطة العام الماضي والتوصية لإقامة أندية للمعلمين لتنشيط البرامج الرياضية والثقافية والتطويرية للمعلمين وتجهيزها باللوازم. ودعا رئيس جمعية المعلمين فرع إقليم الجاش بركة الأستاذ يوسف دانك جميع المعلمين في الإقليم للانضمام إلى الجمعية للحصول على الحقوق والواجبات. أوضح عن تنفيذ أعمال العام الماضي لتوسيع تأطير المعلمين في المدريات وتقوية برامج التعاون بين الأعضاء وإقامة أندية للمعلمين في المدريات وتقديم مساعدات بمبلغ 189 ألف نقفة لإعانة لوفاة الأعضاء والمنصرفات الطبية والزواج بموجب دستور الجمعية. وقال مسؤول التعليم في إقليم الجاش بركة الأستاذ محمد علي إبراهيم إن الجمعية لها دور لتطوير قدرات المعلمين، مؤكدا على تقديم كل العون الممكن لتقوية أنشطة الجمعية في الإقليم. وتضم جمعية المعلمين فرع إقليم الجاش بركة 3887 معلما. قال مدير مدرسة العين بدة الابتدائية والمتوسطة الأستاذ عبدو عبد الله إن أعداد الطلاب في تزايد في ضاحية بدة بمديرية جلعلو. وأوضح إن المدرسة فتحت أبوابها عام 1997 بعدد قليل من الطلاب، وأدى التزايد المستمر لعدد الطلاب إلى رفع مستوى المدرسة إلى المرحلة المتوسطة في العام الدراسي 2017-2018. وأشار إلى عودة الطالبات المقاطعات للدراسة إلى مائدة التعليم مستفيدات من الفرص المتاحة، مشيدا بدور لجنة الآباء. وذكر عن فتح روضة للأطفال عام 2017 نتيجة الوعي المتنامي، وأحدثت الروضة تغييرا في بدء الدراسة. وتقدم مدرسة العين بدة الابتدائية والمتوسطة الخدمات التعليمية لقرى إنجل عيلة وبليلة وضاحية الحارقالة ومناطق أخرى.
عقد الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع إقليم الكاشبركة سيمينارات في مديريتي سلعة وكركبت لتقوية تنظيم الشباب. وقد جرت السيمينارات في مناطق هيمبول قتش وهمش دبة وأملايت ومشروع كركبت الزراعي بمديرية كركبت وفي منطقة تحروم وبلدة تركب بمديرية سلعة. أوضح السيد ماريقوس جرماسيون مسؤول السياسة والتنظيم في الفرع أن السيمينارات هدفت لتقوية تنظيم شباب المناطق النائية وتمكينهم من الاستفادة من مختلف الفرص. وطالب المشاركون في السيمينارات لاستمرار أنشطة التوعية وخلق فرص للتدريب المهني والعمل وإرساء مراكز ترفيه الشباب وتوفير مستلزمات الأنشطة الرياضية وخلق الأرضية لتعليم الشباب الذين فاتتهم الفرص التعليمية. بعد الفاصل نعود لمواصلة الأخبار. أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة أعلن عن رفع مستوى الأزمة التي تشهدها موزمبيق إلى أعلى مستوى لها لتضعها في مصاف دول مثل سوريا واليمن التي هي بحاجة ماسة إلى مساعدات غذائية. وأوضح مدير برنامج الأغذية العالمي محمد يحيى في تصريحات له أن هناك أكثر من 821 مليون شخص حول العالم يعانون من الجوع، أي بنسبة واحد من كل 9 أشخاص، بينهم 121 مليون شخص في مناطق النزاعات والحروب، مشيرا إلى أن 121 مليون شخص مهددون بالموت في حال عدم وصول الطعام لهم. وتحتل أزمة الأعاصير والفيضانات الأولوية في حالات الاستجابة للكوارث، حيث قدم برنامج الغذاء العالمي مساعدات غذائية لأكثر من 120 ألف شخص من متضرري الفيضانات في موزمبيق، ويعتزم الوصول إلى كافة المتضررين جراء إعصار إيداي في موزمبيق الذي يبلغ عددهم نحو 1.7 مليون شخص. ويقول برنامج الأغذية العالمي إن يتعين على المجتمع الدولي تكثيف الجهود لإنهاء النزاعات وتمكين المرأة وتحسين البنية التحتية في المناطق الريفية. أعلنت واشنطن أن حلف الناتو يخطط لتأمين مرور السفن الأوكرانية عبر مضيق كيرتش شرقي القرم الروسية وتوسيع نطاق عمليات الاستطلاع الجوي في البحر الأسود لردع ما وصفته بالعدوان الروسي. وأكدت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة في الناتو بايلي هاتشنسون أن وزراء خارجية الدول الأعضاء في الحلف يعتزمون إقرار حزمة من الإجراءات الهادفة لتعزيز عمليات الاستطلاع لا سيما الجوية وإرسال عدد كبير من السفن الحربية إلى البحر الأسود من أجل ضمان المرور الآمن للسفن الأوكرانية عبر مضيق كيرتش وبحر آزوف. وأكدت المسؤولة الأمريكية أن هذه الإجراءات تأتي على خلفية حادث وقع في مضيق كيرتش في نوفمبر الماضي عندما احتجز خفر السواحل الروسية 3 زوارق حربية أوكرانية بطواقمها أثناء محاولتها عبور مضيق كيرتش شرقي شبه جزيرة القرم الروسية بطريقة غير شرعية. واتهمت كييف وعواصم غربية روسيا بعرقلة حرية الملاحة في البحر الأسود وبحر آزوف، بينما شددت موسكو على أن الحادث نجم عن استفزاز متعمد دبرته القيادة الأوكرانية لاعتبارات سياسية داخلية وكذلك بهدف كسب الدعم الغربي في مواجهتها مع روسيا. أجرى رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسبيراس أول زيارة رسمية له إلى جمهورية مقدونيا الشمالية، والتقى خلالها نظيره في مقدونيا الشمالية زوران زئيف ورئيس البرلمان طلعت جعفري. وعقب إجراء وفدي البلدين مباحثات، عقد تسبيراس وزئيف مؤتمرا صحفيا في العاصمة سكوبي تطرقا فيه إلى العلاقات الثنائية وإلى عملية الانضمام للاتحاد الأوروبي. وخلال المؤتمر الصحفي أعلن سبيراس عن توقيع البلدين مذكرة تفاهم حول تطوير العلاقات بينهما. وأعلن عن سعيهم لتشكيل علاقات مبنية على مفاهيم التنمية والعمل المشترك والتفاهم المتبادل. وأشار إلى وصول حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مليار يورو محققا ارتفاعا بنسبة 20.17%. وفي يونيو الماضي وقعت سكوبي مع أثينا اتفاقا لتغيير اسم مقدونيا إلى جمهورية مقدونيا الشمالية، ما وضع حدا لنزاع استمر لعقود وأثار احتجاجات على جانبي الحدود.
قالت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي إنها ستطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل موعد خروج بلادها من الاتحاد مجددا لتحصل على مهلة كافية لمناقشة وإقناع أعضاء مجلس العموم بالموافقة على خطة الانفصال. وقالت ماي في مداخلة قصيرة لها في مقر الحكومة في لندن في ختام اجتماع حكومي استغرق 7 ساعات، قالت: سنكون بحاجة إلى تمديد جديد للمادة 50 تكون لأقصر وقت ممكن لتجنب خروج من دون اتفاق. والمادة 50 من معاهدة لشبونة هي التي أدى تفعيلها إلى إطلاق آلية الخروج من الاتحاد الأوروبي في 29 من مارس من عام 2017. وتصر ماي على أن يبقى عرض انسحابها من منصب رئاسة الوزراء في حالة مرر مجلس العموم اتفاق الانفصال عن الاتحاد الأوروبي والذي طرحته الأسبوع الماضي ورفض ضمن الاتفاق. من جانبه قال ميتشيل بارنيه كبير المفاوضين في الاتحاد الأوروبي إن خروج بريطانيا من الاتحاد بريكسيت من دون اتفاق بات مطروحا بشكل أكبر، غير أنه أضاف أنه لا يزال من الممكن تجنبه. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.